أهلا من جديد مشاهدينا من بيروت إلى غزة هذا الصباح، وإعلاميات في الساحة الرياضية في القطاع، وزميلة خولة الخالدي تحدثنا أكثر هذا الصباح عن هذا الموضوع. يسعد صباحك يا خولة. صباح الخير، يسعد صباحك خميس، ويسعد صباحك نورة، ويسعد صباح كل مشاهدينا الكرام وين ما كانوا بيتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. كما تحدثت خميس، فلسطينيات وإعلاميات مميزات يقتحمن مجال الرياضة والمراسلة الرياضية لأول مرة في قطاع غزة. لنتعرف أكثر على ضيفتنا في هذا اليوم في الاستوديو في فلسطين هذا الصباح، الزميلة تغريد العمور المراسلة الرياضية الأولى. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح المشاهدين وأكيد كل الزملاء سواء في شطري الوطن أو كل فلسطين والمتابعين. يسعد صباحك. أكيد تغريد، رح نبدأ معك بداية عن تجربتك في مجال المراسلة الرياضية، وكيف ارتأيتي إلى هذا المجال، خاصة بأنه أنت أول سيدة في قطاع غزة تقتحم هذا المجال. بالفعل يعني هي تقريبا جاءت مش من باب الصدفة، جاءت بعد عمل وجهد ومثابرة في مجال أنت نوهتي لإله وزميلك كمان. يعني صعب الاقتحام تحديدا للرياضة، عالم صحيح. الرياضة في فلسطين نوعا ما حكر على الذكور. كان لنا زميلة من تقريبا أكثر من عقد من الزمن متواجدة في العمل الرياضي. بدأت من خلال إذاعتي في عام 2010، تابعت كأس العالم ضمن استوديو تحليلي نقاشا مع زميلي أشرف مطر. بما أني من عائلة رياضية شعرت أنه هو الأقرب لي، فشعرت أنه بعد 10 سنوات أنا لازم أتخصص، يعني يكفيني ما يكفيني من العمل الإذاعي. انتقلت إذاعتي إلى إذاعة متخصصة أخرى، فكانت الرؤية أني أكون مدير تنفيذي، فهذا أعطاني المجال الأوسع أن أنا أشرف على البرامج ومتابعة البرامج وصقل مهارتي، ليس فقط في تطوير البرامج، يعني الإشراف العام والدائم على كل مستجدات الرياضة الفلسطينية في القطاع، في الضفة، في الشتات وفي الداخل أيضا. جميل. بعد ذلك تم ترشيحي لقنوات الرياضية السعودية، هم لديهم طاقم حول العالم، فكانت الرؤية في نهاية عام 2014 بوجود صبايا في كل المكاتب التابعة للقناة، فتم ترشيحي بشكل مباشر وتم قبولي أيضا بشكل مباشر. ومن نهاية عام 2014 وحتى الآن أنا المراسلة على مستوى فلسطين. جميل. نحكي عن شعورك ما بين التغطيات المختلفة للمسابقات الرياضية اللي بتم نشأتها في قطاع غزة، كيف بيكون تواجدك ما بين الزملاء الصحفيين الرياضيين، خاصة بأنه أنت تقريبا تنفردي كسيدة فلسطينية بينهم؟ هو الدعم كان موجود من الكل حقيقة، يعني كل الزملاء لما بتكون إحدى الصبايا أنا أو زميلاتي، لأنه من جديد انضموا زميلات أخريات وبتواجدوا فعليا في عملية في الملعب. تشجيع بالفعل أصبح يعني تقريبا الآن في 5 صبايا بيكونوا موجودين في الجمعة سبت أحد في الملاعب والدوريات في قطاع غزة، مش فقط الممتازة، كمان بيغطوا ما تبقى من دوريات أخرى وأيضا بيغطوا مسابقات أخرى ورياضات أخرى في قطاع غزة، لأنه كان في دعم وكان في قبول وكان في تحفيز لوجود المزيد أيضا من الفتيات. أنا ارتأيت رؤية أخرى، لدي زميل بغطي مباريات كرة القدم، وأنا لحساسية أن أختي لاعبين في الملعب، وأنت بتعرفي أجواء الملعب غير مجهزة لوجود كادر إعلامي شبابي، صحيح. فما بالك بوجود فتيات، فأنا ارتأيت أتوجه اتجاه آخر. مباريات كرة القدم لزميلي، أنا أغطي رياضات أخرى لأنه إحنا لدينا زخم رياضي منوع، صحيح. مع وجود اللواء جبريل الأرجوب واهتمامه بالرياضة على مستوى الوطن وخارج الوطن وإعلاء راية الرياضة الفلسطينية، فلما لا أنقل هذه الصورة الزاهية والمميزة والرائعة عن رياضتنا الفلسطينية لقناة عربية تشاهد بأم العين كيف تتطور الرياضة بوجود اتحاد كرة قدم فلسطيني تحت لواء اللواء جبريل الأرجوب. جميل. ما الذي شعرتي بأنه تغريد أضافته إلى الحركة الرياضية أو الإعلام الرياضي في قطاع غزة بوجودها في هذا الكادر الإعلامي، خاصة بأنه كثير من الإعلاميين الرياضيين متواجدين على الساحة الفلسطينية؟ أولا الرؤية النسوية أو البصمة، بصمة سيدة موجودة في مجال كان حكر من فترة طويلة على رجال، إلى جانب زميلتي نيلي وزميلتي سماح وزميلتنا نغم وزميلتنا أمل، يعني هناك العديد من الأسماء موجودة الآن. أنا ارتأيت أن الرياضة هي أبعد من نتيجة تنتهي بفائز أو خاسر أو حتى متعادل. جميل. حتى الرياضات الأخرى، كرة السلة، كرة ما يعني ما أردتي تنتهي من الفائز، يعني أول سؤال، صحيح. فليما نغطي البعد الإنساني؟ يعني مثلا حينما شارك عدائي قطاع غزة رغم الحصار ورغم قلة الإمكانيات في التدريب، لما بيشاركوا على مستوى ماراثون دولي هو الثالث على مستوى فلسطين، وبتعرفي قد ايه قصة التصريح صعبة، الخروج من قطاع غزة للتواجد، رغم هيك هم تخطوا مع اتحاد ألعاب القوى ووصلوا إلى الضفة الغربية، فعادوا هم الفائزين الثلاثة على مستوى الماراثون. فأنا ارتأيت أنا ليه أحكي مين الفائز، ليه ما أحكي البعد الإنساني؟ جميل. كيف كانت التجربة الأولى، إن أنا أرى الشق الثاني من الوطن الغالي،
كيف هي المصاعب، احدهم كان مهدوم منزله في الحرب، رغم هيك اصر ان يكون بالمركز الاول وحصل على المركز الاول على مستوى ماراثون فلسطين الدولي الثالث. وكلهم كانوا بيتمرنوا بمعدات بسيطه بدائيه، لدرجه انهم كانوا بيستخدموا شاطئ البحر او التواجد في الاحراش او الغابات من اجل رفع وتيره الثقل والجري والسرعه على غرار اقرانهم، حتى اللي شاركوا ايضا من دول اخرى في ماراثون بيت لحم لانه دولي. صحيح. وتواجد داعمين ومتضامنين مع قضيتنا الفلسطينيه. كانت المفاجاه انه ثلاث مراكز الاولى في كل الفئات للركض ومسافات الركض كانت فقط لغزه. فارتقينا انه نحكي كيف غزه شاركت وهي جزء من هالوضع يعني الكبير. كانت عمليه دمج ما بين قصص انسانيه ونجاحات رياضيه مميزه. الذي لابد ان وصلت عليه انه نجاح مش عادي مش روتيني. نجاح فاق التخيل والتصور لكن اعد له وبشيء بدائي. جميل، ما الذي تطمح تغريد العمور ان تضيفه الى الحركه الرياضيه والى الاعلام الرياضي خاصه باضافه البصمه النسائيه الى هذا العالم الواسع؟ يعني انا بعد انتاج عده قصص كانت من خلال الرؤيه والاخراج، هذا كان شيء جديد، يعني هو تطور من خلال التواجد في المجال الرياضي. يعني انا اطمح ما في الاونه الاخيره انتجنا برومو ضد الشغب. فكانت ايضا يعني انا لاول مره لما طرحت الموضوع لاتحاد كره القدم لقيت التشجيع، انه بالنهايه صعب، بالعادة اللاعب بيهتم فقط بنجوميته. صحيح. ما بيهتم يوجه رسالة ضد الشغب للجماهير، يعني يبحث عن النجومية دائما. ما بيكون في لغة خطاب موجودة أو مشتركة أو تواصل مباشرة. ما بينهم غير بالكرة أو باللعب. كانت الفكرة من خلال البرومو أنه كيف أنت تكون نجم وتعطي هذه الرسالة الإيجابية أنه إحنا بدنا نلعب لعب نظيف ونشجع تشجيع نظيف ولا للشغب بلغة واحدة وبكلمة واحدة. أطمح ما بعد يعني خوض تجربة المراسلة والكتابة أيضا والتقارير وايضا انتاج القصص، اطمح لشيء يعني اود مستقبلا مع تطور الرياضه اللي انا متاكده انه هاي المنظومه راح تكون في الاونه القريبه باذن الله. كما كانت الاهداف لاتحاد كره القدم وللواء جبريل الرجوب، اطمح اني ادير استديو تحليلي. جميل. وانا يعني اتابع كما زملائي، لكن اود ان اكون انا من تدير الاستديو التحليلي وتعلق وتتابع قبل الشوط وبين الشوطين وما بعد الشوط. جميل، يعني هذا الشغف اللي بنشوفه بعيون تغريد وهي بتحكي عن الرياضه الفلسطينيه وعن تطوير حتى الرياضه الفلسطينيه، ليست فقط برؤيه اعلاميه رياضيه او مراسله رياضيه، وانما متابعه شغوفه لهذا بالفعل. المجال. برأيك هل يمكن فعلا أن نرى بصمة نسائية موجودة على هذا الواقع الرياضي تكون مميزة أو أكثر تميزا من الواقع وجود الرجال في هذا المجال؟ يعني زميلتي مجرد وجودك هذا تميز، كل زميلاتي في أي حقل وفي أي مجال إعلامي هو تميز. قد ينبع السبب الحافز كما أشرتي، أنا لدي حافز، أنا من عائلة رياضية اتربيت على الأهلي والزمالك. جميل. يعني والدي كان زمالك ووالدتي أهلي، وأول ما إجينا غزة وإحنا ما يعني أنا شهدت في حياتي في غزة صفقات هي الأولى من نوعها، صفقات انتقال إخوتي لعدة أندية محلية، ومنها انتقال أخي للمنتخب، ومنها انتقاله من نادي المشتل إلى أندية دوري المحترفين. فأنا كنت موجودة في هذا الملعب، فكان الأقرب لي ما بعد يعني سنوات طويلة من العمل حينما أردت أن أتخصص كان هو الأقرب لي، لأني أمتلك المعلومات وأمتلك التحفيز وأمتلك وسيلة كيف ممكن أوصل للمعلومة الرياضية وأبلورها كما ذكرتي بطريقتي بطريقة نسوية. جميل. المجال موجود، كل مجالات الإعلام وحقول الإعلام موجودة، وأنا أثق بحدس المرأة وقربها من التعامل مع ضيوفها وأدي عندها رؤية قوية وجميلة وفاعلة إن هي توصل الرسالة ليس كما تريد، بل كيف بالإمكان أن يكون المجتمع الفلسطيني ضمن رؤيتنا جميعا أن هو من المجتمع النضالي اللي عنده بصمة الكفاح وسيتخلص من الاحتلال، لكن أيضا في جوانب أخرى احنا عايشينها ولابد من تسليط الضوء عليها. جميل. وجودي في الرياضة وجود زميلاتي راح يكون مكمل لزملائنا في هذا المجال الإعلامي اللي بنطمح احنا كمان كرياضيين نرتقي فيه ونوصل رسالة الرياضة الفلسطينية اللي هي بالتوازي مع السياسة. صحيح. يعني هناك تكتيك سياسي ضد الاحتلال، ونحن أيضا اليوم تم اعتقال لاعب في الضفة الغربية وما زلنا نتابع قضيته، كما تابعنا سامح مراعبة وأطلق سراحه من قبل قوات الاحتلال واستطاع أن يمثل منتخبنا الفلسطيني في عدة محافل. سنكون مع الداعور كما كنا مع السرسك نغطي ونتابع قضايا عدة، يعني مجالنا واسع وبيحتاج بالفعل الكادر النسوي
والزميلات، جميل. كما أيضا وجود الزملاء اللي هم من سنوات طويلة تركوا بصمة قوية. جميل. إذا تحدثنا عن ردود أفعال المراسلين الرياضيين من الشباب الموجودين في قطاع غزة كأول لقاء تلفزيوني أو أول مراسلة يعني خرجت بها إلى الهواء مباشرة من سيدة فلسطينية من قطاع غزة، ردود أفعالهم، عملية التشجيع أو لربما في بعض الأحيان روح المنافسة الموجودة في هذا المجال، كيف تحدثين عنها؟ هي المنافسة موجودة، لكن في شيء جميل. أولا بتشعر أنهم بالفعل حابين يكون موجود في المجال، ليس فقط زميلة، زميلات كثر. لأني كما ذكرت لإلك حقول الرياضة منوعة وعدة، وإحنا للأسف أغلبنا بنركز على كرة القدم، وهذه رسالة بوجهها لزملائي وزميلاتي. هناك رياضات أخرى لابد أن يتابعها المتابع المحلي ويشاهدها إنجازا وتطورا العربي، وكمان نطمح للعالمية، ما الذي يمنع؟ جميل. يعني بالنهاية رياضة تحت الاحتلال هي رسالة للمحتل أنه إحنا لدينا القدرة أن نصل باسم فلسطين عاليا ونحلق أينما أردنا بإنجازات، لأنه أغلب المنتخبات اللي بتمثل فلسطين بالذات الفردية والرياضات الأخرى هي اللي بتعطي لاسم فلسطين الميداليات الذهبية وغيرها. يعني حتى في مستوى كرة القدم نحن نطمح بالمزيد من التطور. صحيح. فما بالك بالألعاب الأخرى، احنا بنسميها الألعاب الشهيدة لأنها تحظى باهتمام أقل، لكن فعليا هي اللي بتعطي لفلسطين الصورة القوية محليا وعربيا وعالميا بمشاركات الأبطال اللي بيمثلوا فلسطين أينما حلوا أو ارتحلوا. وجودي في عملي كمراسلة كان ضمن التشجيع والدعم، لدرجة أن احنا أحيانا بنتواجد في نفس المكان وبنحكي عن نفس الفكرة، لكن هو برؤية وأنا برؤية. أحيانا تصلني بعض الأفكار من زملائي، يعني التغريد بكرة مثلا عندنا شيء خاص بالمملكة العربية السعودية غطيه، وأنا كمان بالمقابل رياضات أخرى أيضا بتم توارد وتبادل الأفكار ضمن الدعم والتحفيز، ما حدا منهم سكر بابه، بالعكس هما بيحفزوا الوجود المزيد أيضا من الزميلات. جميل. طبعا هذا الكلام كلنا بنفخر فيه كفلسطينيين، وكلنا بنعرف أنه شبابنا هذا الفلسطيني أكيد. صعب وحكر وبنعرف يعني شبابنا الفلسطيني قديش متعاون في كافة مجالات الحياة، فما بالك بمجال الإعلام. إذا تحدثنا عن صعوبات خاصة واجهت تغريد العمور أو تواجه لربما المراسلات بشكل عام خاصة في المجال الرياضي بشكل عام، يعني أحيانا ممكن يكون فقط الطرف الآخر أو التعامل مع الطرف الآخر. يعني بعض الصعوبات كنت أنا بواجهها دخولي الملعب مثلا، كان في حساسية مفرطة لإخوتي أنا ألعب وأنت تكوني موجودة في نفس الملعب، وهو ما فيش فيه مكان خاص بالسيدات. لذلك أنا ارتأيت أبتعد تماما عن الملاعب إلا في الأحداث الجلل الكبرى اللي لابد من تغطيتها كوصول أهل الخليل لمراقات الشجاعية مثلا، وأحداث أخرى دولية كانت في الآونة الأخيرة. صعوبات أخرى ليست في مجال العمل إذا بتسمحي لي، إذا كانت يعني صعوبات اجتماعية خلينا نحكي أكثر. لا، صعوبات إنه إحنا للأسف حتى الآن لم يتم تمثيلنا ضمن الأجندة الخاصة بالعمل الإعلامي وتمثيل فلسطين خارجا. وهذه الدعوة إنه إحنا أيضا في غزة يحق لنا أن نتواجد ضمن البعثة الإعلامية الخاصة بكافة المنتخبات مش بس النسوية، لأنه أنا كمان فيها أتابع منتخبنا لما بيلعب الجزائر مثلا آخر مرة، في أنا أتابعه وأتابع تمريناته وننتج قصص وما أردت من متابعة شيقة ومتكاملة الصورة لمنتخبنا الفلسطيني اللي كان ضيف على الجزائر، وهذا ينطبق على القادم. هي رؤيتي ورؤية كل زملاتي والزميلات أيضا، نحن ينقصنا فقط أن نخرج من إطار المتابعة المحلية وأن نتلمس تجربة جديدة من خلال التواجد مع كل الوفود الإعلامية لكل منتخباتنا دون استثناء، ألا نكون حكر فقط للمنتخب النسوي. هذا لا يقلل بل يضيف بالفعل، لكن نحن بحاجة لتطوير هذه المهارة وصقلها أكثر. أكيد. بتمثيل فلسطين إلى جانب الرياضات الأخرى كبعثة إعلامية بإمكانها أن تعطي هذا الإثراء لمنتخباتنا أينما كانت. إذا تحدثنا عن صعوبات اجتماعية لربما يعني في نظرة المجتمع في بعض الأحيان بأنه يعني ألم تجد من كل التنوع هذا الإعلامي إلا المجال الرياضي لها كسيدة فلسطينية، كيف تواجهونها أنتم كمراسلات إعلاميات مميزات في مجال الرياضة؟ هو بعض الصعوبات موجودة، يعني أحيانا بتشعري بالفعل كما ذكرتي أنه أنا ليش أحكي مع سيدة؟ لكن لما بتشرحي الفكرة أو بتنسقي مسبقا، يعني أنا واجهتها بالأول أني كنت أحكي مثلا مع إدارة أحد الأندية وأتوجه أنا للاعب أو للمدير الفني، يعني لوهلة أنه صبية اللي جاية تحكي وجاية تعمل التقرير طبعا، لأنه شيء مستغرب أو لأول مرة. بالفعل هو لأول مرة، هو يعني معتاد في نطاق معين محدود تواجد بعض الصبايا، يمكن نيلي لأنه هي من 10 سنوات كانت فقط من خلال الملاعب ومن خلال التصوير الفوتوغرافي بالفعل، لكن ما تكوني في ملعب سلة طائرة رياضات أخرى كان للوهلة الأولى
يعني صعب الموضوع، لكن تم تجاوزه انه يتم الابلاغ المسبق، يتم التنويه، حتى الاسئله مثلا المحور راح يكون في اتجاه ما، التغطيه راح تتوجه، يعني على اساس انه هم الصوره تكون كامله ويتم الاستعداد النفسي انه الطاقم اللي حيكون موجود ضمنه سيده راح تتعامل وهي اللي راح تسال وهي اللي راح تصيغ الاسئله معك وهي اللي راح تناقشك عشان يتم القبول. فكره ثانيه ضمن عملنا، برغم دعم كل الزملاء واحيانا كما ذكرت لك تبادل الافكار، الجمهور ما بيتقبلنا. صعب جدا، يعني حتى جمهور كرة السلة بيضيق عليكم الخناق نوعا ما، يعني البعض ليس يعني صعب تعميمي، لكن احيانا تشعري انه شخص ممكن يأثر على ما تبقى صحيح من الموجود بالملعب. حتى في كرة القدم يعني بداية الامر لم يتقبل، لكن لما تم انتاج قصص واخبار تتحدث عنهم وعن المنافسة الشريفة حتى في التشجيع، يعني حتى في بعض الأندية جميلة في دعيني أسميها هزيج التشجيع الخاصة بالنادي، يعني بيرتقيوا بيبتكروا بيخترعوا تحفيزية تحميسية رائعة جدا. جميل. فلما بتم يعني هاي قد لا تخطر الشعب المبدع يعني بهاي الأشياء جدا رائع. فأحيانا لمسة السيدة بتذهب نحو أنه أنا لن أكتفي بمتابعة النتيجة أو لمن احتسبت ركلة الجزاء أو مين ضيعها أو التسلل، قد يكتفي بها زميلي، لكن هاي لما تسمعي كلمة جديدة في التشجيع وتروح تعمل عليها تقرير هذه تلفت نظر يعني الزميلات أكثر. وجود الأطفال، يعني تم إنتاج قصص هي كانت من رؤية صبية أو سيدة زميلة إعلامية في الملعب، لأنه هي لم تكتفي بأن توجه النظر أينما ذهبت الكرة. هي أيضا يعني كان ناظرها يجول في كل الملعب لإنتاج قصص تكمل النتيجة سواء كانت سلبا أو تعادل أو إيجابا. جميل، هذا ما ندعوه نحن بالبصمة النسائية الموجودة في قطاع غزة، ليس فقط في مجالات الإعلام أو مجالات الرياضة إنما في كافة مجالات الحياة أينما وجدت المرأة أبدعت. نتحدث أكثر عن بصمة تغريد العمور في مجال تطوير الرياضة الفلسطينية. كان لك رؤية بحل بعض المشكلات، ليس فقط تسليط الضوء على صورة الرياضة الفلسطينية إنما أيضا محاولة إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه الرياضة الفلسطينية وعين المشاهد لهذه الرياضة. يعني آخرها خليني أعود للمشكلة اللي كانت للأسف، يعني إحنا كنا جدا فخورين بديمومة 5 أعوام من استمرار دوري الدرجة الممتازة، يعني واجهوا مصاعب لكن لم تكن قاتلة كمشكلة الشغب اللي اندلعت كما النار للأسف، يعني اللي التهمت الحطب دفعة واحدة. صحيح. بعد 5 سنوات من جهود اتحاد كرة القدم ويسبقها موسم طبعا لدوري المحترفين، كان للأسف الشيء المخيف حتى كمتابعتنا لمنظومة إعلامية كيف سيتوقف هذا الشغب، لأنه اندلع للأسف وكان في أحداث مؤسفة جدا. صحيح. وتبعها بعد ذلك يعني للأسف، يعني لن أتحدث عن شخوص معينين، هناك جزء من الإعلام لأنه يتبع لأندية ساعد على إضرام النار لم يساعد على إخمادها، لكن حينما تم تدارك الأمر باجتماعات متتالية وطارئة ما بين الذهاب والإياب تحديدا هذا الموسم، كان في تدخل قوي وفاعل للإعلام. كل وسيلة إعلامية ارتأت حسب مضمونها كيف لها أن ترأب هذا الصدع ما بين للأسف فرق الدرجة الممتازة بسبب أزمة الشغب الحالية. كانت أنا رؤيتي مخالفة تماما، يعني انت بالنهايه ممكن تحكي خبر، انا شو بيضمن لي الكل يقرا هذا الخبر؟ صحيح. ممكن تعمل موجه اذاعيه زي ما عملوا الزملاء مع احترامي وتقديري، لكن من يضمن لي ان يستمع لها الجمهور اللي انا اود ان يستمع له او ان تصل له الرساله؟ اطلق هاشتاج، من يضمن لي انه مثيري الشغب تحديدا راح يتابعوا هذا الهاشتاج اللي راح ينطلق ل 24 صحيح. ساعه. فكانت الرؤيه يعني اذا حبيتي كيف انا عالجتها، انا ارتأيت انه جزء من الشغب لاعبين مش بس جمهور، وكمان جزء من الشغب لاعبين ونجوم. صحيح. انا ما راح احكي عنهم مشاغبين، هم مشاكسين. يعني احيانا مع ضغط اللعب وضغط التمرين وروح المنافسه الموجوده انا بدي اكون الهداف هذا الاسبوع، لا انا ساحصد هداف هذا الموسم، فبكون هو تحت ضغط انا. صحيح. بقدر، فاحيانا قد انطلق، يعني انا كمان لي اخ مشاكس في الملعب وهو معروف انه اكثر مشاكسه، فبالنهايه يعني جزء عائلي انت بتطلع عليه لانك قريبه وجزء لانك انت بتتابع الحدث. فكانت الفكره انه احنا نعالج الشغب من منبعه من الملعب بوجود 12 نجم من 12 نادي اختيرت 4 جمل، في كل جمله طبعا راح يحكيها اللاعب وضمن المونتاج ستصل كرساله واحده انه هذول النجوم اللي انتم بتحبوهم وبتستنوا منهم الاهداف وبتشجعوهم منوعنا في كل المراكز. جميل. من الحارس الى المهاجم كان موجود ضمن هذا البرومو، وختمت بلوحه جميله من التشجيع النظيف وختمت بكلمة لا للشغب. جميل. فكان بالفعل جميل انه اللاعب يحمل المسؤولية هاي، لانه بعد هيك حينظر
بيقول أنا سبب، أنا لن أكون سبب لأني أنا وجهت رسالة. والأكثر جمالاً، والأكثر جمالاً أن يكون لدينا إعلاميين وإعلاميات فلسطينيات قلب واحد مع الوطن الفلسطيني، ليس فقط مجرد لنقل الصورة وإنما أيضاً لتصحيح هذه الصورة وتصحيح المسار الإعلامي والرياضي. أشكرك جزيل الشكر زميلتي تغريد العمور المراسلة الرياضية الأولى في قطاع غزة، ويسعد صباحك أكيد. صباحك خير وكل الزملاء، وأشكركم على الاستضافة. شكرا لك. ويعيش الثامن من أذار، كل عام وأنت بخير، وكل الزميلات والنساء وأنت بخير أكيد، وكل نسائنا في فلسطين كل عام هم بألف خير.